وينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف السيد أحمد خليل الكاتب والباحث السياسي. سيد خليل، ما المرتقب أو المنتظر بعدما وسع الرئيس الأمريكي جو بايدن من سلطات حكومته لمعاقبة السودان؟ طبعا يعني المأخذ على الولايات المتحدة الأمريكية أنها هي بطيئة جدا في الملفات التي تخص السودان، لأنه يعني حتى تم يعني قبل إجلاء أو قبل اندلاع هذه الحرب لم يكن لديها معلومات كافية أو متوفرة، لأن هي كانت جزء من الآلية الرباعية لحل للمشكلة في السودان والذهاب إلى التحول الديمقراطي. يعني كان ملاحظ أن السفير الأمريكي غدم الخرطوم قبل الأحداث بيوم أو بـ 24 ساعة، فبالتالي هذا القدوم للسفير الأمريكي في هذا الوقت يدل على أنه لم يكن هنالك معلومات أو هنالك معلومات لم يتم التعامل معها بشكل كبير، بأنه يمكن أن يكون هنالك اندلاع حرب ما بين القوات المسلحة والدعم السريع. فبالتالي المتابعين للشأن السوداني إن كان سودانيين أو غير سودانيين يلاحظون أنه التحرك الأمريكي تجاه هذه القضية منذ انقلاب 25 أكتوبر كان في نوع من البطء، حتى هم يعني أمريكا يعني أدخلت البرهان وحميدتي في دائرة المفاوضات التي تمت والوصول إلى الاتفاق الإطاري، فبالتالي هم كغادة هم غير يعني قابلين يعني الذهاب بعيدا في مسألة التحول الديمقراطي، لأن هم كانوا حجر عسرة أمام التحول الديمقراطي. ولكن مفترض أن يكون موقف أمريكا يكون موقف قوي تجاه هذه القضية. الذي يحصل الآن في السودان هذه حرب، يعني كما ذكرت مديرة المخابرات CIA لأنها قد تطول، وهذا كل ما يعني المؤشرات الآن الموجودة في الأرض، هذه الحرب يعني هي ليس حرب أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أو شهر أو شهرين، هذه الحرب قد تطول لفترات طويلة، لأنه الآن في إجراءات حكومية بنقل العاصمة الإدارية والسياسية من الخرطوم إلى الولايات الثانية، لأن هنالك استقرار. هذا ما قالته مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز. ولكن سيد أحمد خليل، إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام سلاح العقوبات في السودان، هل ستعاقب البرهان وحميدتي أم أنها ستقر عقوبات على الدولة السودانية بشكل عام؟ طبعا موضوع العقوبات يعني دائما العقوبات الأمريكية أو العقوبات الأجنبية على الدول على العالم الثالث إن كانت يعني هي دائما يعني هي تأثر على المواطن، لأنه دائما هذه العقوبات يعني هي تكون على الحكومات، فبالتالي التأثير على المواطن يعني كان عندها علاقة بالاقتصاد، فبالتالي ستذهب لتأثير مباشر على الاقتصاد السوداني. لاحظنا كثير من العقوبات التي كان زمن المخلوع البشير كان السودان معاقب، ولكن الحكومة يعني لم تتأثر بهذه العقوبات والرئيس لم يتأثر بهذه العقوبات، ظل يمارس حياته بشكل طبيعي. فبالتالي موضوع العقوبات وإلى آخر، فمفترض أن يكون هنالك يعني حلول ناجعة. الآن ما يهمنا نحن كسودانيين هو كيفية وقف إطلاق النار، كيفية وقف هذه الحرب هي المهمة، هي المهمة اللي يفترض أن يكون المجتمع الدولي والدول الإقليمية وكل الحاسبين على السلام والحفاظ على سلامة السودانيين أن يكون هم يعملون بكل ما يؤتي من ضغط لإيقاف هذه الحرب. قد يكون هنالك يعني تحديات واجهت المجتمع المدني والقوى السياسية في إيقاف هذه الحرب أو في حتى عدم يعني إشعال هذه الحرب. معروف أن دول العالم الثالث أو دولنا دائما ما يكون الصوت العالي أو الضغوطات هي يعني تربك للضغوطات من الخارج عكس من الداخل، فبالتالي هذه هي يعني نوع من السياسات التي محتاج أنه يكون في حزم قوي جدا يعني تجاه ما يحدث في السودان. إيقاف هذا القتل الذي يحصل في السودان هو مهمة الأولى، أن العالم يفكر ونحن والسودانيين المفترض يفكر واحدة من أولوياتنا الآن. طيب، ولكن صوت البناتن. نعم، من ضمن طرق إيقاف الحرب هو سلوك طريق التفاوض، ولكن لماذا يغيب الحافز لدى طرفي الصراع للتفاوض بحسب ما قالت المخابرات الوطنية الأمريكية؟
هو لابد من الوصول للتفاوض اليوم او غدا. لازم لا يوجد حرب حسمت يعني بالرصاص او بالبندقيه الى الاخر، لكن في الاخير سيجلس الطرفان الى التفاوض في اما ان يكون ينتصر او يكون هو يعني اعلى يعني اعلى قوه من الطرف الثاني، او انهار الطرف الثاني، او وصلوا لحد محدد في انه يا اخي تساوت القوات ولا يمكن ان المضي قدما في هذه الحرب، او انه يعني يصحى لديهم صوت العقل وانه يتفقوا على يعني يصلوا لمرحله انه لابد ان يقاف هذه الحرب. بالتالي كل الحاجبين الان وجزء كبير كما ذكرت بده يعمل مع هذه مع الاتجاهين لايقاف هذه الحرب. بالتالي العسكر غالب دائما يعني لا يسمعون الى صوت العقل في الغالب، دائما قوه السلاح هي يعني الاساس في اي تعامل. دائما اي عسكري او قائد عسكري بيده السلاح وبيده القوه يرى انه يمكن ان يحسم معاركه بهذا السلاح، ولكن الواقع يقول غير ذلك. نعم، لكن هنا طرفي الصراع هنا سيد احمد خليل، هل هما مستعدان لأن يسمع صوت العقل من تلقاء نفسيهما، أم أنهما لابد أن يتم إسماعهم هذا الصوت بمجموعة من الضغوط أيضا؟ لابد من إسماعهم هذا الصوت بضغوط تبدأ هذه الضغوط محليا. يعني هنالك ولايات الآن ليس فيها معارك، ليس فيها حرب، لابد أن تخرج هذه الولايات أن تقول صوتها، بالرغم من أن الحلول أو الأخوان المسلمين في السوشيال ميديا يهددون كل مواطن يقول أنا لا للحرب. يعني إحنا نمضي في صفحاتنا، إحنا ما مع الحرب، إحنا ضد الحرب، إحنا مع السلام، يعتبروا بأنه يصنف هؤلاء وهذا الموقف بأنه موقف جبان وموقف يعني خائن يعني. فبالتالي هنالك نوع من التهديد والابتزاز الذي يحصل للمواطنين للناشطين في المجتمع المدني والسياسيين، ولا بد لهذا الصوت أن يكون صوت عالي وصوت يعبر عن نفسه ويخرج يعني من دائرة السوشيال ميديا، من دائرة الدائرة الضيقة إلى الحيز يعني يكون هنالك. ولكن سيد خليل نعم، لماذا لا يعول كثيرون على المبادرات الداخلية السودانية لحل هذا الصراع؟ وطبعا لانه يعني الواقع السياسي الحاصل انه تم شيطنه الاحزاب السياسيه والواقع والنشيطين السياسيين، وتم ارهابهم في كثير من المواقع السوشيال ميديا كما ذكرت. بالتالي يبدو للمشهد بانهم غير مؤول، ولكن هم في الواقع هم الان يعني اكثر فئه الان هي تعمل من اجل ايقاف هذه الحرب، وشكلت جبهه مدنيه لايقاف الحرب واستعاده التحول الديمقراطي. وقع فيها عدد كبير جدا من الأحزاب السياسية، حتى الأحزاب التي كانت ترفض الإيطاري الآن الإيطاريين والجزريين كلهم في هذه الجبهة لإيقاف هذا الحرب. تشهد الأيام القادمة يعني مزيد من المواقف المناهضة للحرب ستخرج إلى الشوارع إلى العلن في الولايات التي ذكرت التي لا فيها سلام ما فيها حرب. لابد أن يطلع هذا الصوت. خروج هذا الصوت يعني سيقلل من آثار من كثير من يعني الدوافع التي يعني اللي تحدث فيها القيادتين بأنهم من أجل المواطن، من أجل الديمقراطية واستعادة الديمقراطية والتطور المدني وهذا الحل. هذا الصوت سيد أحمد خليل، هناك من يسأل لماذا حتى هذه اللحظة لم يشهد السودان مظاهرات مؤثرة كبيرة تستطيع أن تجبر طرفي الصراع على وقف القتال؟ طبعا هي المظاهرات لم تخرج عفويا يعني، فبالتالي لم يعني هذه المظاهرات يفترض أن تخرج عفويا. طالما هي لا ما خرجت عفويا يفترض على منظمات المجتمع المدني أن تعمل بشكل جاد وصريح لإخراج هذا الصوت. كما ذكرت في البداية بأن هذا الصوت الرافض للحرب الآن يتم شيطنته وتجريمه وتخوينه في وسائل التواصل الاجتماعي في صفحات الفيسبوك يعني الذين يدقون طبول الحرب. حتى لو كان هذا الصوت غير محسوب على الطرفين فتتم شيطنته أيضا.
بعيدا طبعا هو هذا الذي حصل. هو أغلبية هو الآن يعني ما في حد يعني هو الآن في السودانيين يشجع هذه الحرب. يعني لا يوجد إنسان سوي يشجع حرب، يعني يرى أن أبناء وطنه يتقاتلون وبنية التحتية تدمر ويظهر كثير من السلبيات، ويعني حتى أبسط مقومات الحياة لديه الآن هي معدومة، ويشجع على أنه يكون لابد أن تستمر هذه الحرب. فبالتالي الصوت صوت العقل وصوت الدعوة للسلام وليقاف الحرب وسينتصر في الآخر. صحيح قد يبدأ يعني تغييرا ولكن سيكبر مع الأيام إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا من الخرطوم كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد خليل الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا.